حول المزيد عن الغوطه الشرقيه ينضم الينا من اسطنبول التركيه الاستاذ ابراهيم كوكي الصحفي السوري. اهلا بكم استاذ ابراهيم الى هذه الجوله الاخباريه. ما الذي تغير في الغوطه الشرقيه وخصوصا بحرسته يعني حركه احرار الشام غير معهود عنها انسحابها من مناطق سيطرتها الان؟ هناك حديث عن خروجهم من حرسته. نعم مساء الخير لك والاستاذ المشاهدين. مساء النور. بعد حملة التهجير الكبيرة التي جرت لأهالي حموري وأهالي ثقبة وأهالي بيتسوى وبعض المناطق في الغوطة الشرقية، بعد هذا الضغط الكبير جوا وبرا وهذه القذائف التي أمطر بها النظام وروسيا وحلفائه أمطر بها المدنيين في الغوطة الشرقية، لم يعد أمام الثوار في بعض المناطق إلا أن يفكروا بحل يضمن فيه شيئين. الأمر الأول عدم تهجير الأهالي ويعني ما يعرف التغيير الديموغرافي لهذه المناطق، والأمر الآخر وقف نزيف وشلال الدماء الذي يحصل للأهالي. فكان خيار المقاومة بالنسبة للثوار جميعهم سواء أحرار الشام في حرسته أو في فيلق الرحمن أو جيش الإسلام هو خيار يعني دفع مزيد من الدماء، فكان خيار التفاوض مع الروس على الخروج على حقن الدماء هو الخيار الذي يعني هو الخيار النهائي للجميع وبدأ به احرار الشام. يعني استاذ ابراهيم سؤال قد يطرحه مراقبون، يعني الفصائل المعارضه في سوريا في الغوطه الشرقيه لم تتفق من قبل عندما كانت تشكل حاجزا وعائقا للنظام، الان اتفقت على الخروج من المناطق التي يدخلها النظام؟ يعني الضغط الذي يمارسه النظام بهذه الوحشيه الدمويه يعني يبدو ان معركه على الارض كمعركه خاسره. فالخسارة لن تكون عليهم هم كمقاتلين، ولكن الذي سيدفع فاتورة الدم إنما هو المدنيين. فلذلك كان خيار الخروج بعد كل هذا الصمود النضالي لفترة طويلة كان هو الخيار لأجل المدنيين ولأجل صالح المدنيين، لأن المقاومة التي حدثت مثلا في بيت سوى وحموري كلفت المدنيين أن يهجروا. لذلك إذا تمت المقاومة في حرسته وفي باقي المناطق فإن يعني الهزيمة ستتم بعدم تكافؤ القوى، وأيضا سيكون هنالك تهجير للمدنيين وبالتالي سيتحقق ما يريده النظام وإيران من التغيير. هل الغوطة الشرقية أستاذ إبراهيم قاب قوسين أو أدنى من إعلان سيطرة النظام عليها بشكل كامل؟ يبدو ذلك، ولكن يعني بقاء المدنيين هو ربما عامل جدا مهم على المدى البعيد لأجل تقليل من هذه الخسائر. نعم، هناك أنباء إعلام النظام يتحدث عنها يعني مع إعلان سيطرته على الغوطة الشرقية ربما بأن الثورة السورية قد انتهت بعد 7 سنوات من ما قام به النظام وما كلف به أهل سوريا. ما هذه الشائعات التي يروجها النظام؟ وهل فعلا الثورة السورية ستنتهي بسيطرة النظام على الغوطة الشرقية؟ الثورة السورية لم تبدأ بحمل السلاح ولم تقم على تحرير المناطق ولم تقم على فعل على مبدأ المعركة. الثورة السورية هي ثورة مبدأ، هي ثورة فكرة، هي ثورة حرية وكرامة. فطالما وجد هذه المبادئ وهذه المعاني في نفوس أبناء هذه الثورة في أي مكان كانوا، سواء كانوا في داخل مناطق الحصار أو في قلب مناطق النظام كما كنا في أيام الثورة الأولى، كنا ننادي بالحرية والكرامة ونحن في داخل مناطق النظام. فبالتالي خروج المقاتلين وهم جزء من الثورة أو يعني حدوث هذا التغيير الذي نشهده في المراحل الأخيرة لا يعني انتهاء الثورة، وإنما يعني تغييرات في بعض التفاصيل. ربما هي قاسية، هي مؤلمة، دفعنا ثمنها كثير من الدماء، ولكن بالنتيجة طالما بقيت هذه الثورة في نفوس أبنائها في نفوس هذا الجيل الذي رأى الشمس في الحرية فإن هذه الثورة لن تموت. ما بقي هنالك ناس ينادون بهذه المبادئ وبقي دماء الشهداء تنادينا بأن نحقق مبادئ الثورة التي خرجنا عليها من اليوم الأول. نعم الأستاذ إبراهيم كوكيا الصحفي السوري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.